يعني الطالب هيخش الحته اللي على مزاجه، يعني المدرس مدرس هيختار هو، مش هتنفرض عليه مدرس. نعم، اختار مدرس اختار مدرس وهتجيب الرواد السنه اللي بعد الرواد السنه نفس المبلغ اللي كان بياخده برضه. طبعا الشباب او المدارس بعد المدارس اللي بعد اه علاوة على سيدي هاجر هيتعمل وهيتعمل قناه تعليميه بحيث ان هو يعني يخلي الطالب يرجع تاني من المدرسه. هو تفكير سليم والامتحان هيبقى 30% مني يعني الحضور